بالتأكيد فرحة كبيرة جدا لأسرة المجني عليها الراحلة. هم في مدينة المحلة، الأسرتين من مدينة المحلة، يعني هم كانوا منتسبين إلى جماعة المنصورة، ولكن الأسرتين من مدينة المحلة فيما يتعلق بأسرة المجني عليها الراحلة. فكان هناك تصريحات للوالد الذي أكد بأنه يشعر أخيرا بالقصاص بعد عام من رحيل ابنته بعد تنفيذ الحكم.